خوتي المغاربة حياكم الله. هذا النداء هذا نداء عاجل ومهم لكل المغاربة أينما كانوا وارتحلوا. كيف ما عرفتوا أخوتي باش ما نطولش عليكم الفيديو غادي ندخلوا في الموضوع مباشرة. كيف ما عرفتوا أن دابا دخل فصل الشتاء يعني وقت البرد وقت التاج وكيف تقولوا وقت المعقول، وعرفتوا أن كاين الناس تضروا من ضربة ديال الزلزال، وعرفتوا أن الناس كاين لحد الساعة باقيين كيعانيو. وراكم عرفتوا دابا تبارك الله راه كيف كنقولوا البرد القارس. والله يجازيكم بخير اخوتي، راه كاين الناس كبار السن يعني رجالا ونساء، وكاين نساء حوامي، وكاين اطفال صغار واطفال رضع، يعني ما خصناش نساو هذوك الناس، ودائما ذكروا انهم باقي محتاجين منا يد المساعده. الحمد لله الدوله دايره الواجب ديالها وفرت لهم الدفعه الاولى باش على حسب السكن، وان شاء الله يا ربي يا اخوتي حنا كمغاربه وكشعب اللي عنده مناش يعاون يعاون. عندك ميسور الحمد لله وعندك باش تعطي، سير اخويا او اختي ساعدي هذوك الناس على قدر المستطاع وغتلقاها في الميزان المقبول ديالك. والله يرحم لكم الوالدين، بارطاجيو الفيديو في اوسع النطاق، ما طالبين منكم والو. بالنسبة للناس اللي ميسورين وعندهم، وشوف هو كيقول لك واحد المثال، اللي ما عطاش من القليل راه ما غاديش يعطي من الكثير. أما الناس اللي كتقول لك أنا غنجمع الفلوس وغندير وغندير وغندير، والله لا درتي شي حاجة، أقسم بالله إلا بغيتي دير هنا في خصك دير في هاد المواقف هادي. حنا كشعب المغرب يعني معروف علينا الحمد لله شعب التحدي. إوا شوفوا كيفاش كنا في البداية ديال الزلزال، يعني في البداية ديال الزلزال مالكا وشعبا الحمد لله كلشي متحد، وحنا معروف علينا المغاربه هكا دايرين ابا عن جد، يعني معروف علينا المغرب رجال فيه رجال المواقف ورجال التحدي، والمغرب الحبيب كيف تقول لكم دائما يمرض ولا يموت مهما كانت الاوضاع. وهنا اخوتي الله يجازيكم بخير، بارطاجيو الفيديو ما خسر والو، لان كاينين بعض الناس كيتصحاب ليهم واش نوك الناس راه صافي راه بخير وعلى خير. لا سي راه باقيين كاينين الناس مساكين راه محتاجين التدفئه، محتاجين السكن، راه كيجي الى جاي البرد راه كيديرهم في ساكنين. واش فهمتوني؟ راه كاين الثلج يعني راه طاح الثلج راه كيتكرفصوا، الشتا يتكرفصوا. الحمد لله هما غادي يتوفر لهم السكن وغيكون كلشي ان شاء الله في القريب العاجل، ولكن ما حد باقي ما توفر لهم، لان راه داكشي غياخذ وقت، لان راه تبارك الله راه ماشي واحد السكن واحد الدوار كيف تنقولوا، راه اقاليم راه تبارك الله راه واحد الكميه ديال الناس اللهم بارك، يعني خاص واحد شويه الوقت باش يتوفر لهم كلشي. يعني حتى حنا كابناء الشعب يعني كابناء هذا الوطن خاصنا حتى حنا نحفزوا ان الناس باش يمشيو يتعاونوا مع دوك الناس. بالنسبه للناس اللي عندهم ميسورين والله يجازيكم بخير ما تنساوهمش، لانهم خوتنا وبلاد ولاد بلادنا والله العظيم. وما نساوش اخوتي الشعر الخالي ديالنا، عاشت المملكه المغربيه الشريفه ولا عاش من خانها ولا غلب الا الله وعاش الملك. ومن هنا اخوتي كيف تنقول لكم ما تنساوش البارطاج، والله بقاو في دوك الناس صراحه محتاجين يد المساعده منا، وحنا كمغاربه الحمد لله مغاربه احرار كنحبوا الخير لخوتنا وحبابنا وصحابنا، وهذوك راه حبابنا وخوتنا، اللي عنده باش يساعد يساعد، واللي ما عنده شيء يعاير بارطاجي ويقولوا اي كلمه الخير ويدعي معاهم يدعي معاهم، راه ربي سبحانه وتعالى كيشوف القلوب. ان شاء الله يا ربي غيكون الخير في الخير. وما تنساوش اخوتي كيف تنقول لكم الحمد لله دائما الشعار الخالد ديالنا الله الوطن الملك، وعاشت المملكه المغربيه الشريفه ولا عاش من خانها ولا غالب الا الله. وان شاء الله اخوتي يكون الخير وبارطاجوا هذا الفيديو، لان كاين الناس يقدروا يوصلهم باش فهمتي يقدروا ان بعض الناس من هذا الفيديو بالبارطاج ديالك انت يقدروا يساعدوا هذوك الناس، وانت كذلك غدير حسنات. والله يرحم لكم الوالدين اخوتي، وتحياتي لكم ايها المغاربه الاحرار اينما كنتم ارتحلتم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.